هو تخدير. ليش؟ بالضبط بالضبط. لأنه أنا لما أشوف واقع واثقين مع أنفسنا مخزي أن المهدي يجي يصلح لي الحياة، لا بينما هذا غلط، هذا غلط. أنا لو أنا لا أؤمن بالمهدي، لا أؤمن بهذه الخرافات، شو أعمل؟ ها؟ أروح أشتغل على مود أحسن من وضع بلدي. والله يا عمي احنا يعني حاليا اني ويمكن اخواني اني يعني مدرسين وخريجين جامعات، فاحنا واصلين لمرحلة بهاي الشغلة مال الاسلام، يعني مجرد انه نصلي ونصوم بس، حلو، عافية. يعني وهذا هو أهم شيء، فهذا طالما يعني أنك أنت مرتاح بصلاتك وصيامك إيه خلاص، ولكن مواضيع ثانية ما تأذي حدا خلاص، هذا هو جيد. لا الحمد لله، والله ما دجاجة ما ذبحاني. أهم شيء، أهم شيء ما تترك أكلها. لا احب الدجاج الصراحه. المهم فقلت لك يعني احنا واصلين شلون، يعني مثل احنا نحتاج كشباب كمجتمع جديد نحتاج الى اسلام جديد، مو هذا الاسلام القديم والله صراحه. انتم بحاجة إلى عقل مو إلى إسلام. لا مو عقل، انا هسه لما اجي عمي انت لا تلومني، مو يعني أنت هسه مو انا أنت بدي مو اجي أنت شباب الناس. اني كعمري، يعني عمري 28 سنة، لما باكر يعني يصير عنده طفل، الطفل خلنا نقول اردع علم اللغة العربية، هذا الطفل شو يسوي؟ يروح للمدرسة يحكي سويدي، يجي عندي يحكي عربي، ايش راح يصير بيه؟ دوخ يعني ما يف... بالعكس، هذا الطفل أنت عايش بالسويد صح؟ ايه صار لك زمان بالسويد؟ اي انا من زمان بالسويد، بال2008 جيت السويد. انت هذا طفلك لما يولد بالسويد ويكبر بالسويد ايه خلاص، ان هذا السويد هو المجتمع مالته. اذا هو يتعلم منك اللغة العربية هذا جيد، ولكن هو ما يحتاج يتعلم ياكل لك باتشا وياكل لك ما ادري برياني وشنو هاي السوالف، عرفت كيف؟ ما يحتاج يروح يتعلم اللطم ويتعلم التطبير والله بالحسينية، صراحة هذا أنا طفل عنده معاك، اهتمامات أخرى في الحياة، هو مولود بالسويد. الصراحة أنا اللطم وهاي الشغلات أنا يحتاج يروح، يقول عنده معاك اهتمام. أسويها، نجلس نسمع قضية مقتل، قصة الحسين شلون انقتل وقتلوا المسلمين. شفتون شوية؟ قتلوا إخواننا المسلمين، طبعا يعني شفتون الإنسان عنده شوية؟ عاطفة، فعاطفة يعني واحد يقدر يبكي. شو هذا؟ فالعاطفة يعني تغلب الإنسان مهما تكون، يعني أنت أنا يمكن هسه باكر من بس أشوف والله والله اكو مشاهد افضل من هذا. يعني انت ممكن تشوف نفس المقطع مثلا بمقتل ابو سيمبا في الاسد الملك، هم انا ممكن تبكي ترى. والله العظيم يا عمي. هسه أنا أقول لك شغلة، يمكن أنه صح، يعني لما قرأت عن أحداث العراق 1200 واحد فلسطيني فجروا أرواحهم بالعراق، بس هسه من صارت بغزة يعني وتقتلت والقتل بين الطرفين وهاي أطفال، فوالله يعني انقهرت الصراحة يعني. فأنا والله العظيم إحنا كعائلة ما نحب العنف، يعني ما نحب بس انا اشوف انه هذا موضوع الفلسطينيين اللي فجروا انفسهم بالعراق، كأنه هناك اصرار على انكم تنسبوها الى الفلسطينيين، وهذا كلام غلط. لا هؤلاء لانه مرضى لانه ما لانه اللي دخل. فجر نفسه بالعراق من المسلمين انفسهم اضعاف اضعاف اللي فجر نفسه من اي جنسية اخرى. اي انا افتهم عليك، بس انا ما انسب، يعني انا ما، لا استغفر الله انه اذب الشعب الفلسطيني، لا بالعكس. فانا اللي اقصد بيه يعني اكو ناس مرضى، يعني الاسلام اكو اسلام متطرف دخلهم بهذا الشيء، فهو اللي قبل شويه يقول لك انه معاويه، سيدنا معاويه قتل قتل عمار بن ياسر، عمار بن ياسر تقتله الفرقه الباغيه حسب قول رسول الله. طيب يا هي الفرقه الباغيه، يعني هو لما تقول هم هسه الكتب مالتهم مكتوب بها عمار بن ياسر بس رضي انت الله ما عنه. بتشوف انها عجيبة اذا اخذنا موضوع الفرقة الباغية انه الامام الحسن تنازل عن الخلافة للفرقة الباغية؟ مو تنازل، بس يمكن انه الامام الحسن بلى يعني بلى، تنازل عن الخلافة لمعاوية. يتنازل عن الخلافة، يعني احسن ما يصير انه تتقتل العالم كلها، ممكن وليش هيك يعني. علي بن ابي طالب ليش ما تنازل عن الخلافة؟ لا تنازل، ليش لا ما تنازل، قاتل لا تنازل؟ معاوية.
لا تنازل، ما قاتل لا معاوية، قاتل لف معاوية، راح تنازلوا يمشي عند وخذوها. الصفين وقاتل معاوية. إيه يعني أنا هم قرأت عنها إنه الإمام يعني كان أول مرة هو اللي وصوا بيه، إنه الرسول وصى بيه هو يكون من بعده، بعدين بقى وجاء عمر وأبو بكر وجاء عثمان، بعدين اللي جاء هو. أنا قلت بهذا السؤال ليش إنه إجى، ليش قبل بالخلافة؟ معاوية إذا كان باغي المفروض أن علي بن أبي طالب قاتله. معاوية نزل عن الخلافة، لا وفي ما كلا تنازل، ما الحالتين تنازل، بس واحد من المعصومين مو على صواب. لا، ما هو فرق بين التنازل وبين الاتفاق. ما له علم، ما لا، الحسن كان خليفة في العراق، اي راح فصار للشام وتنازل عن الخلافة. اي طبعا، بس هو انه جاي اقول لك انه الامام الحسن يعني كان وين؟ كان هو بالعراق كان هذاك. خليفة يعني، هو مو كان مثل علي بن أبي طالب أيام أبو بكر وعمر وعثمان، يعني كان مستضعف، كان خليفة وكان معاه عشرات الآلاف من المسلمين، لا بس ورغم انا اللي، هذا راح للشام وتنازل عن الخلافة. لا لا ما تنازل، قتل الحسن وما تنازل، لا بالعكس. لا، تنازل عن الخلافة وبعدين قتل الآلاف من ما المسلمين. تنازل، لا لا، وين قرأت؟ فممكن الهدنة قصدك ايه، والاتفاقية اللي صارت من بعد لا مو الحسن الهدنة، قتل. الهدنة كان بين علي وبين معاوية اللي قام به عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري. يعني أما الحسن تنازل عن الخلافة أصلا. لا مستحيل، لأنه من لا اللي تقول أنا مستحيل، لا تقول مستحيل. ما أعرف الحسن والله. بعد 6 شهور يلا انقتل، لما ما كان خليفة أيامها. أنا اللي قرأت، لا قرأت إنه الهدنة يعني صار لا اتفاق ما في بينهم. هدنة، ما في هدنة، انقتل الحسن، انقتل. طيب إذا تنازل ليش انقتل؟ انقتل عشان لأنه كان مصدر إزعاج لمعاوية. ما اعرف والله. عشان ما يجي ويعمل مشكلة مرة ثانية. والله ما اعرف، فانا عندي يعني خلنا اقول لك شيء، هذا 1400 سنه انتهى عندي، انا ما انا مو هو ما ماضي. انتهى، والدليل شوف ايه يا محمد حبيبي، تعرف ليش ما انتهى؟ الدليل بعد 1400 سنة انت جالس بالسويد من 2008 وجالس وتروح للمجلس على مود تستمع ما قصة مقتل الحسين. اي طبعا الحسين مظلوم، كل حتى الاديان لو مظلوم مظلومه. 1400 سنة لسه، اي مظلوم يعني تتخلد حتى لو تخطف. مظلوم ليش يعني هسه 1400 سنة، ما نذكر، ما ما نذكر ليش ما جيفارا؟ نخلص من هاي السوالف؟ احنا ما نذكر جيفارا هسه؟ لا ما نذكر جيفارة، بحياتك شفت حدا عمل مجلس يلطم فيه على مود جيفارة؟ بحياتك شفت واحد يقول وقام جيفارة من المخدع ثم أتى الراعي فضربه ضربة شديدة؟ بحياتك سمعت هذا الكلام؟ ما بيصير. والله بعد ما اعرف، فقلت لك انه هذا اللي عندنا يصير، فانا اللي قلت لك انه ننتظره يطلع. طالما احنا بنقدس يزيد او معاوية او نقدس الحسن والحسين وعلي، هذه المشاكل راح تبقى. وانت كرجل عاقل، كرجل محترم، كرجل لا بس انت شاب، ما لا لا لحظة عمو، بس حبيبي ما لحظة تقارن لي، ما لحظة تقارن يا لي عمي احفاد لحظة. رسول الله قبل يجيبوا معاويه. هذول الناس كلهم طالعين من نفس الزبالة، لا فما لا يحتاج لا الواحد يقدس هذول الناس. لا ما يصير، احنا دولة اولاد رسول الله، شلون يعني حتى يجيبون شنو اولاد معاوية رسول الله؟ يعني هو رسول الله كان جدا محترم مثلا؟ كيفك؟ بس انت يعني مهما يكون يعني خلي نقاشك وياه، يعني انا كمسلم المفروض تحترم رأيي لا وخلاص. ما مفروض احترم رايك، انا احترمك انت بس ما احترم رايك. رايك مثل رايي، ليس بالضرورة يكون محترم. كيفك بعد؟ يعني أشكرك على كل شيء شكرا يا حبيبي. حبيبي. السلام عليكم. شكرا، عليك السلام.
عشان قالك انت النبذة يعني نادرة. انت بس سني ولا شيعي يا يمان؟ والله انا مواليد اوروبا وما كتير يعني مقتنع، انا سني اصلا سني، انا ما كتير عن صراحة شو بتحب يعني تتكلم يا يمان؟ عدة شغلات صراحة، بس بدي اقول لك انه انت وجودك مهم صراحة، لان انت عندك يعني خلفية نادرة، ما في كتير عالم درسوا للدرجة اللي انت درست فيها، وبالنهاية حسنا يطلعوا من هذا من هاي القوقعة يعني اللي هي السلفية، اللي هي أكبر خطر على الشعوب العربية اليوم برأيي أنا، أكثر من إسرائيل وأكثر من مليون إسرائيل. طبعا أنا عن نفسي ما بشوف إسرائيل خطر على حدا إلا على الناس المهابيل، يعني الناس اللي تاركة إسرائيل بحالها، إسرائيل تركتهم بحالهم. ولكن تحب تقول شيء ثاني حبيبي يا مان؟ انا بدي اسالك بس سؤال عن فاطمه، تفضل. مين هو اللي قتل فاطمه؟ شلون ماتت فاطمه؟ فاطمة ما ماتت، فاطمة كانت مريضة وماتت، ما حدا قتلها. يعني ماتت من حزنها؟ يعني هي كانت مريضة، مرضت وماتت، وأيامها المرض كان يحصد الأرواح يعني. يعني ما في، لا يصح هذا الكلام انه عمر بن الخطاب زارها وكسر لا يا عمي، ضلعها لا وحرق بيتها. لا حرق هذا صار فيلم كرتون هذا. يعني هذا الكلام غلط يعني، طبعا غلط. بس مذكور بالطبري ومذكور بس شو بيقول يعني الطبري؟ مصادر اقرأ لي شو قال سنية. الطبري. شو قال الطبري؟ اقرأ لي. طبري أطلع لك مصدر. اقرأ لي اللي موجود في الطبري. بتاريخ الطبري مذكور إنه عمر بن الخطاب هدد إنه يحرق بيت فاطمة. اقرأ لي، اقرأ لي نشوف الراوي هل هو من عند محمد بن سائب ولا عن ابن هشام ولا عن لوط بن يحيى. والله لازم طلع لك المصدر اذا هيك. انت شيعي اسمع، يا يمان؟ انا بدي اخذ بس رايك يعني انت الشخصي، بما انه انت عندك يعني صعب واحد يلاقي انسان يكون عنده راي محايد، يعني بتحكي مع الشيعي بيقول لك حرق بيته وكسر ضلعه وقتله وما بعرف شو، بتحكي مع السني بيقول لك لا 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 هي بس كانت زعلانه لا هي وماتت. الفكرة أنا أقول لك كيف هي الفكرة. الفكرة أن هناك روايات كثيرة رويت في موضوع فاطمة وعلي وما حصل بينهما. الروايات الشيعية فيها أن عمر بن الخطاب يعني أتى وفتح الباب وكسر ضلع الزهراء وسقط جنينها وأجبر علي أن يقوم ويقدم البيعة وكل هذا الكلام اللي بتعرفه. هذه الروايات أغلبها هي مروية عن مجموعة من الناس الذين أهل السنة يتهمونهم بالكذب، مثل لوط بن يحيى أبي مخنف، مثل هشام بن محمد بن سائب الكلبي، ومثل أبوه محمد بن سائب الكلبي، ومثل سيف بن عمر، وروايات عن الواقدي وغيرها. وهؤلاء يعني عند علماء الحديث لا تؤخذ برواياتهم، يعني عرفت كيف؟ والشيعة يعني يعني هم أصلا عندهم مشاكل في موضوع يعني علم الرواية، لأنهم هم يعني متأخرين عن السنة في هذا المجال. فهمت عليك. طيب وشغلة تانية كمان، أنت سمعتك عم تحكي عن الدواعش قبل شوي، إنه لما المسلمين يكون عندهم قوة بساوي مثل ما ساوي الدواعش. أنا مع كل احترامي لك بدي أختلف معك عن هذا الشيء، لأن اللي شفناه تفضل اختلف. بسوريا، اللي شفناه بسوريا وبالعراق، إنه المسلمين نفسهم قاموا حاربوا الدواعش وقلعوهم وقالوا خذوا شريعتكم وطبقوها بغير مكان. نحن ما إحنا لأن في كان سوريا يعني، أنا وراءهم بلدان ثانية أمرتهم بهذا الشيء، مش قاموا بهذا الشيء من أنفسهم. لا بس في والناس الذين خرجوا وقاتلوا الدواعش كانوا مدفوعين من تركيا ومدفوعين من قطر ومن السعودية ومن الكويت ومن يعني بنوع من التأييد الدولي. هاي كلها دول مسلمة، قطر، السعودية، الكويت، تركيا.
كل لا، هذول ولكن هذول ما وعنده قوة. بيطبقوا الشريعة الإسلامية. ما بيطبقوا، مع انه عندهم قوة وهن مسلمين، بس ما بيطبقوا الشريعة الإسلامية. ولكن هذول يعني ما بيطبق، ولكن الذي يريد أن يطبق الشريعة راح يعمل نفس الشيء. هاي هي الفكرة. بس هن أقلية هذول العالم، يعني ما يمكن، ما يوجد في العالم كله 100,000 شخص بآمن في، أو مليون، خلينا أعطيك مليون شخص بآمن بفكرة داعش وإخوات داعش. هذا يحتاج إلى إحصائية، ما بنعرف إحنا بالضبط كم عدد الناس، ولكن نستطيع أن نعرف أن طالبان مثلا في أفغانستان بقت يعني 20 سنة تقاتل، ونجحت في نهاية المطاف وتحكم بالشريعة الإسلامية، صح؟ وتقوم تحكم يعني ما عدا موضوع السبي وما عدا موضوع التوسع في الجهاد، لأن طالبان في النهاية حركة قطرية لا تؤمن بالأممية بنفس الطريقة، تعمل هذا الشيء. ونحن ما عندنا مشكلة، يعني وين المشكلة؟ هو إذا الشعب الأفغانستاني بده يحكم بهذه الطريقة ما في مشكلة، بس لا، المشكلة وين؟ المشكلة في مشكلة، لا، وين لأنه المشكلة؟ أنت اللي هو الشعب، ما ينفع أنك تجبر الناس وتقتل الناس لأن هناك مجموعة بدهم هذا الشيء. لا، بس ما هن ما ينفع عم أنك بقتلوا أنت الناس، هن لا حتى لا، بعيفوا ما راح بعيفوا تجبر. الشيعة يحتفلوا في عاشوراء أنا ما هو وحاربوا نفس داعش الفكرة، وحاربوا. نفس الفكرة، الشيعة أو السنة نفس الفكرة. ما ينفع أنك أنت تقيم دولة وتحكم الناس على يعني بالقتل وبالضرب وبالبتر الأيدي والأرجل، عرفت كيف؟ بسبب أنه هناك مجموعة من الناس بدهم هذا الشيء. لا، لابد هي أن مش تكون مجموعة من هناك الناس، هي قوانين، أغلبية الناس، أغلبية معليش، الشعب. حتى لو أغلبية الناس، لابد أن تكون هناك قوانين تحافظ عليها الدولة وتحفظ للإنسان يعني كرامتها وإنسانيتها. ما ينفع أنه والله يعني الآن مثلا أنت الآن مثلا لو اجتمع الناس، مثلا أعطيك مثال، لو اجتمع الناس في دولة من الدول وقالوا أنه يجوز لك أن تغتصب أمك مثلا، نعم، وهل هذا الكلام المفروض أننا نسمح به؟ لا. لماذا؟ بس لأن فيه سحق للكرامة الإنسانية. ما ينفع أن والله لأن مجموعة من الناس أنها تحكم بالطريقة اللي بدها هي، لأن معاهم أغلبية الناس. أغلبية الناس هذول الناس المفروض أنه ما يعطوا هذه الصلاحية حتى ولو كانوا أغلبية. لذلك عملية الديمقراطية ليست كافية، لابد أن تكون الديمقراطية مقترنة بحقوق الإنسان. ما ينفع أنك أنت تأتي وتحكمني بالديمقراطية ثم بعد ذلك تأتي باسم الديمقراطية تجيب لي واحد مثل هتلر، مثل ما هذا حصل على فكرة، يعني حصل في ألمانيا. طبيعي، هذا نعم. المشكلة. ولكن هو فيعني المشكلة، هذه هي الفكرة. لذلك بس المشكلة إذا الشعب، يعني مثلا إذا الشعب اللي أنا اللي بشوفه، إن إذا الشعب، أغلبية الشعب بالدولة اللي عايشين في الدولة نفسها مقتنعين في هذا الأمر وبدهم يطبقوا الشريعة، طوالما أن ما بيعتدوا على الشعوب اللي حواليهم. على هتلر مثلا، هتلر ما حدا كان حكى فتح تمه بحرف لو هتلر كان قاعد ببلده وعم بحكم بالفكر الناس ببلده وبقية ومع الناس، مصطع اللي يعني حواليه. يا أخي يمان، وبقية الناس بقية الناس اللي عايشين اللي بالدولة في نفسها، البلد، اللي في البلد، إذا يعني ما هو في يعني ضرر. مثلا أنت يعني خذ هذه الصورة يا سيد يمان، أنا وأنت جالسين في بلد، تمام؟ أنت رجل سني مثلا، تمام؟ نعم. ثم صارت الأغلبية عندي أنا شيعي وصوتوا لي، وأنا لأني شيعي راح أتهمك أنك أنت ناصبي وأقتلك. هل هذا جائز برأيك؟ أو هل هذا المفروض يكون هكذا عقلا؟ أنا ما أكلمك عن الشرع. إحنا ما ينبغي أنه فقط والله لأن الناس بدأ هذا الكلام خلاص، لا، لأنه يعني لو هناك مثلا 1000 شخص في قرية كلهم بدهم هذه الطريقة في الحياة وما يؤذون غيرهم، خلاص هم أحرار يعملون هذا الشيء مع أنفسهم. مثل ما هو هذا الكلام مثلا موجود في بعض المجتمعات مثل الهامش وهذول في أمريكا وغيرها، عرفت كيف؟ ولكن انه انا اتي والهامش هذول يعني واحد طلع منهم يروح لبلد ثاني ما حدا له دخل به، واحد ما بده يعيش معاهم ما راح يقتلوه، رغم انه عندهم عادات وتقاليد في غايه السوء، يعني هذه المجتمعات المنغلقه المسيحيه. ولكن الشاهد من الكلام انه هذول شرهم على انفسهم، واذا واحد طلع من عندهم ما يقدروا يروحوا يعني يطاردوه يقتلوه او يقيموا عليه المنغلقه على كذا، بخلاف
انه انا لما اكون مجموعه عندي ما راضيه بهذا النظام، ما راضي. يعني انا الان مثلا شو راح يكون ذنبي اذا اجى ناس عن طريق الديمقراطيه واجوا يقتلوني؟ ليش يقتلوني؟ غلط. صح، ذاك الوقت اصبح كولت. ما تعرف معنى كلمه كولت؟ لا شو هذا؟ كولت يعني مثل سكت مثلا. في عندك، كان في امريكا مجموعات يجتمعوا مع بعضهم ويتبعوا شخص معين، وهذا الشخص يكون وفي ويعني ممكن. انه عنده وفاء كامل لهذا الشخص، واللي يترك هذه المجموعه يقتل او يطرد هذه وتموت. بتصير مافيا. مثل مافيا تقريبا. بس يعني هو الفرق انه هو هذا الشيء غلط طبعا، انه يعني تضطهد اشخاص لاني ما بدهم يضلوا في هذه المجموعه او ما شابه. بس النقطه هون وين؟ النقطه انه اذا حكيت للعالم هذول بافغانستان انه لا، نحن عندنا هذول الطرق اللي احنا عايشين عليها، بقول لك نحن ايش بدنا في هذول الطرق؟ نحن مقتنعين انتم دينكم الليبراليه مثلا، او دينكم حقوق الانسان وهذول المعايير اللي انتم تتبعوها، نحن ما بنعترف فيها ابدا اصلا، يعني اطلاقا. حتى لو امريكا بس ما حاولت يحق تجبر لهم، عليهم هذا لانه الشيء. تعرف ليش؟ لانه في فرق كبير. ما يحق لك انك انت تفرض وتحرم الناس من حقوق، يعني حقوق مدنيه. انت ما عندي مشكله، انت ممكن تغير بعض القوانين، تجيب بعض القوانين كذا، ولكن تغير لدرجه انك تقتل الناس وتبتر اعضاء، يعني اجسادهم واعضائهم وكذا، هذا كلام ما المفروض انه يسمح به، بغض النظر الناس بدها هذا الشيء او لا. لان ببساطه شديده هذه النوعية هو النوع من الإجرام أنت تمارسه على ناس مواطنين، المفروض أنك توفر لهم يعني الحد الأدنى من الحقوق، اللي هي حق الحياة، حق الكرامة، حق الاختيار، حق الملكية الجسدية، حق التعبير، وكل هذا الكلام. هذا الكلام ما يسمح به. حتى لو الآن، يعني لو الآن مثلا، أنت ما أدري وين عايش الآن يا يمان، السويد. أنت في السويد عايش، تصور الآن مثلا جيمي اوكسون، تعرف من هو جيمي اوكسون صح؟ كذا. مثلا جيمي اوكسون اجا وفاز ب 50% او 60% من الاصوات الانتخاب الدوره الجايه بعد 3 سنوات، تمام؟ هذا جيمي اوكسون شو راح يعمل بعد هذه الفتره؟ راح يجي ويقول لك نعم انا اريد انه اي لاجئ في الدوله اخذه واعلقه من قدام بيته مثلا، على سبيل المثال. هل هذا والله قرار يكون مقبول او لا؟ اذا حكى لي هيك، لا هذاك الوقت صارت جريمه يعني. مثلا، او لا، انه ياتي جريمه. ويقول اي قال لك ليش هي شخص، جريمه؟ لحظه جريمه لحظه لاني اعطيك مثال افضل. اي شخص لا يؤمن بالمسيحيه او لا يؤمن بالقوميه السويديه اجي اقتله مثلا، ما ينفع. لا، هي جريمه حسب معايير السويد، لان السويد موقع على يعني على ما هي اتفاقيات هاي الامم الفكرة، المتحده، وعندها دستور بحمي من هذا الشيء وعندها القصص. هاي فذاك الوقت الفكرة. بس افغانستان مثلا ما يوقع هذول لا، الاتفاقيات. هي أفغانستان ليست عضو في الأمم المتحدة، هم طالبوا أن يكونوا، كنت تكون لهم عضوية، ولكن ما أدري إذا لسه وافقوا عليهم ولا لا. معناتها هن ما لهم مربوطين بهذول نفس المعايير اللي نحطهم على جيمي اوكسون او على غير يعني حكومة في أوروبا. ما فينا نحط نفس الـ terms على غير حكومة في دولة مثلا أصلا هي ما بتعترف في لا، هذول ال الفكرة أن هذا كله إجرام. يعني أنت كإنسان، أنت على الأقل ما في مشكلة، أنت تفرض الحجاب، تفرض كذا، تفرض الصلوات، ولكن ما يحق لك أنك تقتل الناس لأنهم مش قادرين يقتنعوا بدينك مثلا. ما ينفع أنك تمنعهم على أساس عنصري أنهم يدرسوا، مثل ما بتفعل مع النساء مثلا على سبيل المثال. هاي هي الفكرة. انا طبعا اكيد فبالتالي انا معك بهذا هي الشيء. بتسحق كرامة الإنسان باسم أنه الشعب معاها، يعني هو هون المشكلة. نعم، انا هذا الشيء انا موافق الراي فيه نعم. 100%. انا بقصد بس انه اذا يعني نحن لما امريكا لما عم تتدخل بهذه الدول عم تفرض عليهم الديمقراطيه والليبراليه والى اخره، عم بتضر الناس. انا شايف يعني انا شايف عم بتضر الناس اكثر من ما عم تفيدهم. يعني مثلا الشعب الافغاني لو عايش تحت حكم الطالبان 30 سنة ممكن شوي شوي تدريجيا يعني يصير في تحسن، بس لما تجي الدولة نفسها أنا شوف أعتقد مسوي العكس بالعراق. تماما. انت عراقي، شوف شو سووا بالعراق مثلا. راحوا شالوا صدام حسين، دمروا كل البنية التحتية للدولة، شالوا الجيش، شالوا يعني العالم اللي قاعدين بالمناصب الحكومية وهالقصص كلها. فصار في
هون الفضاء، هذا الفضاء مين استغله؟ استغله هذا موضوع داعش. ممكن نناقشه مرة ثانية، لأنه عندي ناس كثر من طالبين الجيست حاليا، ولكن هذا موضوع ممكن نناقشه مرة ثانية. هل الوضع يبقى مثل ما هو، أو يصير تغير مثل ما صارت في الثورة السورية، ثورة الاحتلال بالضبط، سوريا العراقي، أفغانستان، اليمن، كذا، كيف راح يصير هذه التغيرات؟ ولكن خليني أمشي الدور و مشي الدور خالص نتكلم معانا. أكثر في هذا طيب الموضوع طيب في ماشي مناسبة أخرى. يلا دير بالك حالك. وأنت كمان حبيبي، شكرا لك، باي شكرا لمشاركتك يا مان باي، حبيبي، مش لاني خلاص. أهلا وسهلا. السلام عليكم محمد، عليك السلام يا هلا. كيف حالك؟ أنا بخير، أنت كيفك؟ الحمد لله. أنا عبد المجيد. أها، أهلا وسهلا يا سيد عبد المجيد. كيفك؟ أنا الآن في السيارة، لأن البارحة يا محمد والله العظيم اتهموني الناس بأنني إنسان مغتصب وإنسان قاتل وإنسان كذا كذا. والله أعدل يا محمد، لماذا حملتني أشياء أنا لا أقولها إذا، وحتى اتصلوا بي الناس. أنت يعني فهمت، حتى قطعت، قلت سأطفئ اللايف يعني. وهل أنا مغتصب كما تظن تدلس علي، أو لما بين قوسين يعني؟ أنا أصبحت الآن متهم يعني. أنت متهم، نعم صح. لا يا محمد، اتق الله. كيف أتقي؟ هل أنا اللي قلت إنه أنت، هل أنا اللي قلت إنه أنا إذا كانت في امرأة أو عندها هيئة امرأة أو بالغة ووافقت أنا ممكن أتزوجها إذا عمرها 9 سنوات، ولا أنت اللي قلت هذا الكلام؟ وشوف يعني، انا اقول لك اذا كانت هناك دولة اسلامية، ولكن هذا لا يكون. لماذا انت دخلتني في شيء تريد ان يعني ان كيف اقول لك هنا يعني بالعربي، باللغة العربية، يعني تريد ان تدخلني في شيء خطير جدا؟ ما هو لا هذا هو دينكم، دينكم خطير، شريعتكم خطيرة، نبيكم خطير، هذه الشريعة خطيرة على الإنسان. أنا ما العربي يعني قلت لك هذه شريعتك، أنت توافق عليها وأنت تقبل بها وأنت أبديت موافقة واعتزاز بذلك. لا بلى محمد، أنت تكلمت عن رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم، تزوج بعائشة، ولكن لا يوجد أي مسلم الآن يأخذ فتاة مثلا قصيرة إلا بلى بلى، هذو اكتب في كل. اليوتيوب، اكتب في اليوتيوب عن زواج القاصرات، راح تشوف عشرات الفيديوهات من مصر ومغرب. وانتم عندكم في المغرب في امرأة اسمها نعيمة البدوية، بيقولون عنها ماي نعيمة، زوجت اطفالها وهن قاصرات. ولكن يعني هنا ليس يعني إسلام هون، لان هذا الكلام موجود في الشريعة الإسلامية. هذا مشكل تاني محمد. الآن أنت أدخلتني في حفرة، يعني لا والله ما أنا ما مش قلت. انا اللي مدخلك في الحفرة، الحفرة هذه في شريعتك يا سيد عبد المجيد. أنا جئت يعني يا محمد، لا، أنا أتمنى منك، أنا دائما آتي، أريد أن آتي إليك، أن يكون لقاء تواصلي بيننا وبين المسلمين. أنت كن ما شئت، أنا أحب منك أن لا تسب الدين، أنت تحكي على الناس المسلمين فعلوا كذا كذا، أنت على حق، ولكن الدين أو مثلا الرسول، أتمنى منك أن لا تقول هذا، يعني تسب الرسول وتسب الدين، هذا ما أريد منك يا محمد. أنا ما سبيت حدا، أنا بقول لك اللي فعله نبيك ويقول به دينك. أنا ما جبت بكلام من نفسي يا سيد عبد المجيد. أما مثلا اتهمتني أنا مغتصب، وأنا لا، اتق الله أنا في ما نفسك يعني. اتهمتك أنك مختصر. أنا إنسان عندي 22 سنة في. أنا حذرت الناس منك لأنك أنت تعتقد أن طفلة عمرها 9 سنوات ممكن تكون امرأة، وبالتالي ممكن تتزوجها. وأنا لو عندي، لو أنت عندي هنا، يعني لو أشوفك في أي مكان راح أخبي بناتي منك صراحة. لا بالعكس، أنت لو تشوفني تحبني لله إذا أنت لا مسلم، والله ما بحبك ولكن أنت لأي لا شيء، مسلم. ولا بحبك لأي شيء ثاني. واحد بيشتهي الأطفال كيف أحبه؟
من حتى قال أن لك أنا أخوته أشتهي ربطت الأطفال؟ على هل طبيب نفسي وتقول له أنه عندنا هذه المشكلة في شريعتنا وإحنا كنا مؤمنين بها، ولكن إحنا عندنا رغبة في الأطفال، ونعتقد أن الطفلة ممكن تكون جاهزة للجماع لأنها جسمها كبير، وأنت المفروض أنك تتعالج من هذه الرؤية. هل أنا قلت لك أشتهي الأطفال؟ أنت لما تقول لي أنك هذا أنت عدل؟ ممكن تتزوج هذا طفلة عدل؟ عمرها 9 سنوات، هذا إيش عدل؟ معنى هذا؟ أنا قلت لك أشتهي الأطفال؟ هذا عدل؟ أنت عندك تسجيل مسجل؟ أنت لما أنا تقول أنا أريد أتزوج، لما تقول أتزوج بنت عمرها 9 سنوات، بعد 9 سنوات طفلة، شو راح تكون؟ محمد، أنا لم أقل لك أريد، أنت سألتني إذا كانت هناك دولة إسلامية. أشوف، اسمع جيد يا محمد، إذا كانت هناك دولة إسلامية وكذا أنا لا أريد، أنا لم أقل لك أريد أن مثلا أفعل كذا وكذا، لا، ليس هكذا يا محمد. أنت تتكلم اللغة العربية أحسن مني، وهذا ما أطلب منك يا محمد. يعني أنا لم أقل لك أريد أن أنكح طفلة أو أزوج طفلة أو كذا، لا، ليس هكذا يا محمد. ومع الأسف الشديد هذا موجود في شريعتك يا سيد عبد المجيد، وهذا موجود في دينك، وأنت محمد هذا تفتخر بهذا الدين، وبالتالي هذا الدين مؤثر على نفسيتك، فبالتالي أنت لو كنت في بلد إسلامي وتهيأت لك هذه الظروف، فبالتالي راح تعمل نفس الشيء، راح تقوم باغتصاب طفلة صغيرة باسم الزواج، ولأنك أنت معتقد أن هذه امرأة، حتى محاسبة الضمير ما راح يكون عندك يا أخي. أبدا لا يا محمد، لا، ليس هكذا، ليس هذا، لا تقول هكذا هذا الكلام، لا أبدا. أنت الآن شوف كيف تمرر المغالطات في الكلام. لو كان هناك إسلام وستفعل كذا كذا، هذا نقاش ثاني. إذا تريد أنت أن تناقش في الدين هذا نقاش ثاني. أما أنا لم أقل لك أغتصب الأطفال أو يعني أريد الأطفال، لا، يعني مش هذا الكلام. فهذا أطلب منك يا محمد أن تسحب مني هذه الكلمة. مثلا أنا لست متهم بالأطفال أو مغتصب أو أزوج بناتها، فقط هذا. أما نقاش فأنت، أنا دائما أريد أن أطلع عندك، ربما سيكون دائما نقاش طويل معنا إذا في ناس يريدون أن يناقشون معك في الدين، إذا أنت تستعد، لديك الجرأة في الدين، لديك التاريخ، فأهلا وسهلا. أنا أو لا أنت محمد، ما أدري أنت ماذا تطلب مني، أنا في نهاية المطاف سألتك سؤال وأنت أجبت، فأنت الآن تريد أن تحملني ما قلته أنت؟ لا، ولكن ليس بهذا التعبير، ليس بهذا التعبير يا محمد. يعني أنا ما مثلا أقول التعبير، أنت جاوبت بما تريد، يعني خلاص أنا ما علقت على هذا الكلام، أنا دائما أنا ما أتبع قلت إن لايفك. عبد المجيد مختصب أو غير مختصب، أنا قلت إنه عبد المجيد، أنا أي شخص عنده طفل يخبي بنته من عبد المجيد، هذا اللي أنا، ولا زلت مصر على هذا الكلام. لماذا تقول هذا الكلام هذا؟ هذا عدل؟ لأنك تنظر إلى البنات على أنهم ممكن يكونوا نساء وممكن يكونوا محل الشهوة حتى هم أطفال عمرهم 9 سنوات، لأن هذه نظرتك للأطفال. أهذا عدل محمد؟ هذا أهذا هو من نيتك العدل. فيا؟ أهذا نيتك فيا؟ أهذا هو العدل؟ ليست نيتي، هذا كلامك، أنت ما عندك مشكلة تتزوج طفلة عمرها 9 سنوات. أنت سألتني يا محمد، اتق الله، أنت سألتني، قلت لي أوكي، إذا كانت هنا بأن رسولكم تزوج فتاة، اغتصب فتاة، وإذا هناك، وهل أنت قلت لك أنا نعم، إذا كانت هناك دولة إسلامية والبنت طويلة مثل المرأة كبيرة في الجسد مرة وكذا ثانية مثل يا ذلك سيد عبد المجيد، مرة ثانية، أيوه لو كانت في امرأة بنت عمرها 9 سنوات ولديها جسم كبير، وأنت كنت في دولة إسلامية، هل تقبل أن تتزوجها؟ يا محمد، أولا لم من قرن ونصف لم يفعلها أي واحد مسلم حقيقي. لا تأتيني بالشعوب فعل كذا واغتصبوا البلد، لا، أنا أتكلم عن الدين. لم يوجد أي شخص تزوج بفتاة 9 سنوات. أنا أعطيك فرصة الآن تقول أنا لا أقبل بذلك. طبعا لا أقبل.
انا عند محمد، انا قول عندي بنت. قول 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 قدام الناس، عرفت كيف؟ عشان الناس يعني يفهموا انه انا فهمتك غلط وان الناس فهمتك غلط. قول ايوه ببساطة شديدة، اي شخص يتزوج بنت عمرها 9 سنوات او 10 سنوات او 12 سنة، هذا شخص مجرم. طبعا، لا يجوز في الإسلام، لا يجوز يا محمد، هذا ليس عدل. الآن حتى لو في كان في هذا دولة الوقت إسلامية، لا توجد دولة إسلامية يا محمد، في حتى هذا لو كان في الوقت دولة إسلامية، محمد، في هذا الوقت، والله في أنا هذا بعطيك الوقت، فرصة إنك تصلح النيلة اللي نيلتها يا شيخ، بس ما بدك أيوة تستغل أنت هذا. أيوة، كي نبقى دائما أصدقاء ويكون نقاش بيننا، أنت دائما، أنا المضيف، أنا الضيف عندك، وأحترمك، أحترم نقاشك، وأحترم حتى جمهورك يعني، وأريد أن يكون دائما نقاش طويل، ما يعني في ناس يريدون، يطلبون مني أن يناقشونك يعني، أو أشكرك على أعطيتني الفرصة، دائما أطلع عندك، وأنا أدافع عن ديني، لدي الغيرة على ديني، أنا دائما هل أشوفك، تدافع عن زواج النبي محمد بعائشة؟ أنا أدافع عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يا محمد، هذه خذها مني، أنت تعرف هذا الكلام وتعرف قصدي، ولكن لا تورطني في شيء كي ليش تأخذني تعتقد إلى، إنه أنا بورطك؟ أنا سألتك، أنا ولا زلت أسألك، هل النبي محمد الذي تزوج طفلة عمرها 6 سنين ونكحها في عمر 9 سنين، هل أنت ترضى بذلك؟ هذا نقاش طويل جدا، هذا لازم يكون نعمل له أنا لو دراسة كنت يعني، مكانك يا شيخ كنت أقول لا أرضى بذلك. كيف يا محمد؟ أنا لو كنت مكانك كنت أقول لا أرضى بذلك. أنا لا أرضى ببنتي أن أزوج بنتي، أو في هذا الوقت أن تزوج بنت ب9 سنوات، هذا لا يجوز، لا طبيعة الحياة، حتى الوقت، لا يجوز، أنت تعرف هذا والعالم كله يعرف هذا، صح أو لا؟ أنا ما يهمني، أنا يهمني إنك تقول إنه هذا الزواج في هذه الأعمار هذه جريمة، مين من كان يعملها؟ ولكن أنا لا أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تاريخ، لازم يكون هناك شروط، يكون علماء يعرفون القصة كيف وقع هذا الشيء، لا تدخلني شيء بشيء آخر، أنا أقول لك عن نفسي يا محمد، عن نفسي وعن الناس والمسلمين الآن، لا يرضى أي مسلم أن يزوج بنته ب9 سنوات، هناك عادات، هناك تقاليد في الدول، في القرى، هذا شأنهم، لا علاقة بالإسلام، يعني أنت لو يزوج كنت في بنته. دولة إسلامية ورأيت بنت عمرها 9 سنوات وهيئتك هيئة الكبيرة، هل ممكن تتزوجها؟ عندما تكون دولة إسلامية هناك شروط وهناك قوانين ويكون قضاة ويكون كذا كذا وعدول، هذا شيء آخر. فهمت محمد؟ فهمت قصدي يعني هون؟ أنت المشكلة عندك يا شيخ، تعرف ليش؟ لأنك أنت إيه يعني أنت الآن بتثبت للمرة الثانية أنك أنت مش خجلان من هذا الفعل. هذا فعل قبيح، اغتصاب للأطفال. أنا لو مكانك أقول لو في دولة إسلامية أو ما في دولة إسلامية، لو أنا عايش قبل 500 سنة أو ما عايش قبل 500 سنة، أنا لو كنت في دولة الخلافة أو غير دولة الخلافة، أنا لا يمكن أني أتزوج طفلة عمرها 9 سنوات لأنه هذا اغتصاب ببساطة شديدة. أظن أن حتى في دولة الخلافة في زمان، في قرن قبل، لا يوجد أحد تزوج بفتاة مقارنة 9 سنوات. بلى بلى بلى، كل الناس كانت تزوج. خلينا من العادات والتقاليد، هذا شيء آخر في القرى يعني، موجود حتى الآن، لكن أما أنا أريد فقط أن أصلح هذه الكلمة، لأنني أنا في مكان لا يسمح لي يعني، أريد أن أناقش معك، أن يعني يكون نقاش طيب، مثل دائما، مثل البارحة وقبل البارحة، ولكن الوقت يعني، أنا في السيارة الآن فقط، كنت أتابع لايفك يعني، فقط أريد أطلع عندك، لأن اتصلوا بي الناس كثير البارحة، شو اتصلوا بي قالوا لك الناس؟ والله العظيم يعني، يريدون أن يأخذني كقنطرة
يعني هو موجة، يعني إذا صح التعبير، يعني شوف على هذه كلامي الناس أنا اللي اتصلوا معي. يعني يريد إذا صح التعبير كيف عمل حوار بين مرتدين والمسلمين، وهناك ناس مرتدين يريدون، قال مجيد كان كل أنا أقول لك صراحة المرتدين يحترمونني، لأن أنا عمري في لايفي ما سب لم أسب أحد.